بكم في الآن. يبحث الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون التعاون الثنائي والقضايا الأكثر توترا على الساحة الدولية بما فيها الأزمة في أوكرانيا وسوريا، كذلك الوضع في منطقة الخليج. من المقرر أن يلتقي اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره أو نظيره الفرنسي مانويل ماكرون قبل أيام من انعقاد قمة مجموعة السبع بجنوب فرنسا. للحديث عن العلاقات الروسية الفرنسية ينضم إلينا ضيفنا محمد عبد الفتاح رئيس قسم الشؤون الخارجية والقسم الدبلوماسي في جريدة الأخبار وأيضا مجلة آخر ساعة الأسبوعية. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. طيب، يعني العلاقات عموما بين الدول بتشهد تطور على مراحل مختلفة، في المرحلة الأخيرة كيف تبعت العلاقات الروسية الفرنسية؟ العلاقات الروسية الفرنسية هي بدأت أولا بمجرد أن تولى الرئيس إيمانويل ماكرون فترة رئاسته في مايو 2017، كان أول ضيف يستقبله كان الرئيس فلاديمير بوتين في قصر فيرساي في باريس. وهذه الزيارة الحقيقة أنها لم تخرج بأي نتائج إيجابية، بل أن الرئيس ماكرون انتقد علنا روسيا فيما يخص ملف حقوق الإنسان. هذه الزيارة لها طابع خاص لأنها ليست في قصر فرساي، بل هي في قلعة بريغانسون في الكوت دازور في مدينة مارسيليا في الجنوب. وهنا في رسالة توجهها فرنسا من استقبال بوتين في هذا المكان. هذا المكان تحديدا حقيقة الأمر لم يفتح إلا مرات معدودة جدا لضيوف فرنسا، هو يفتح إما لضيف عزيز جدا على الإليزي أو ضيف يريد الإليزي أن يقرب معه وجهات النظر أو يبحث معه طريق جديد لإيجاد صيغة جديدة في العلاقة. فلاديمير بوتين ينطبق عليه الحالة الثانية. دعني أقول لحضرتك أن يعني في الثمانينات مثلا قاعدة بريغانسو لم تفتح إلا مرة واحدة في عهد الرئيس فرانسوا ميتران لاستقبال صديقه المستشار هيلموت كول. في العام 2004 الرئيس السابق جاك شيراك أو الأسبق استقبل في الرئيس الجزائري بوتفليقة لتلطيف الأجواء، لأن العلاقات كانت متوترة جدا بين فرنسا والجزائر. وفي عهد نيكولا ساركوزي مرة واحدة أيضا استقبل في كونداليزا رايس. هذه المرة كما قلت لحضرتك هو إيمانويل ماكرون يبحث تلطيف الأجواء مع روسيا، وخاصة أن هناك قلق بالغ جدا عبر عنه وزير الخارجية الفرنسي الأسبق أوبير فيدرين في حوار مع قناة يوروب أن فيما يخص التجارب النووية الروسية. ليس فقط يعني المباحثات لن تكون فقط فيما يخص الملف الأوكراني، وليس فقط فيما يخص سوريا، ولكن أوبير فيدرين تحدث في حواره مع راديو يوروب عن أن الروس والأمريكان تخلوا عن معاهدات نزع الأسلحة النووية، وروسيا تجري تجارب مخيفة لا يعلم عنها الغرب شيء، بالتالي يجب أن نجد وسيلة للحصول على ضمانات من روسيا لضمان الأمن الأوروبي. موضوع التجارب النووية والتسلح عموما ده موضوع مهم ونقطة يعني سنتطرق إليها، لكن هذا التوقيت حضرتك يمكن شرحت لمحة تاريخية، لكن هذا التوقيت الذي نشهده الآن الاتحاد الأوروبي بيشهد توترات وبيشهد قلق بخصوص طبعا خروج بريطانيا، هي أزمة يعني مستمرة منذ شهور طويلة، وأيضا هناك يعني قلق من الجانب الروسي وهناك ربما شد وجذب بين الطرفين. هل هذا القلق من الممكن أن يسيطر على المقابلة اليوم؟ هو ليس هذا القلق فقط، ولكن يعني نلحظ أن هذه المقابلة تأتي قبل 5 أيام فقط من عقاد قمة الدول الصناعية السبع الكبرى، اللي هي في الأصل قمة ثمانية، وتم استبعاد روسيا منها منذ العام 2014 بسبب تدخل روسيا عسكريا في أوكرانيا واقتطاع شبه جزيرة القرم وضمها إلى داخل الاتحاد الروسي. المقابلة يعني استقبال فلاديمير بوتين في هذا التوقيت هو رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية هي من أجبرت وتحديدا الرئيس دونالد ترامب بطريقة تعامله يعني التي تفتقد إلى كل أنواع الدبلوماسية والكياسة مع حلفائه، هو من دفع إيمانويل ماكرون والأوروبيين إلى التقارب، يعني هو يدفع الآن ماكرون بشدة إلى التقارب مع روسيا. هو الذي يعني يدفع الدول الأوروبية لأنهم يجروا علاقات مع روسيا، لكن أيضا دول الاتحاد الأوروبي لديها مشاكل مع روسيا بصرف النظر عن الولايات المتحدة. لديها مشاكل مع روسيا، ولكن هم الآن يعني هناك أصوات داخل فرنسا وحتى في ألمانيا وفي بريطانيا تطالب بالتقارب مع روسيا، لأنه هذا التوتر
لا يعني لا جدوى منه، كما قلت لحضرتك حوار الرئيس الوزير الخارجيه الفرنسي الاسبق اوبير فيدرين مع يوروبا. نعم، اذا الان نتابع وحضرتك بتتحدث نتابع وصول الرئيس فلاديمير بوتين للقاء طبعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وهذه القمه التي ستجرى اليوم وستناقش بالطبع الازمات التي تحدثنا عنها، الازمه في اوكرانيا وايضا سوريا وايضا مساله التسلح النووي ومساله طبعا التقارب او ربما ما حدث مؤخرا من يعني خروج من الاتفاقيات من الولايات المتحده، وايضا يعني التوتر بين الولايات المتحده وروسيا في هذا الشان، وايضا الوضع في الخليج كما يعني ذكرت بعض المصادر وتحدثت عن هذه الزياره. طبعا سنتابع على مدار اليوم هذه القمه وما ستسفر عنه طبعا من نتائج بين بوتين وماكرون. برجع لحضرتك مره اخرى يا استاذ محمد، يعني مساله اللجوء الدول الاوروبيه لروسيا يعني هي ايضا مساله يعني في قضايا المنطقه، اذا ما تحدثنا مثلا عن سوريا او ما تحدثنا عن اي حتى يعني منطقه في الشرق الاوسط، الطرفان لهم يعني يد فيها او لهم اذرع فيها. بتختلف الدول الاوروبيه وجهه النظر الاوروبيه دائما عن وجهه النظر الروسيه، هل من الممكن تقارب نشهده في الفتره المقبله خصوصا مع التوترات ايضا مع ترامب في الفتره الاخيره؟ هذا يتوقف على الضمانات التي يمكن ان يقدمها ايمانويل ماكرون لبوتين. من المتوقع ان بوتين ان ايمانويل ماكرون سيطلب من بوتين ضمانات بأن تتوقف إيران عن تخصيب اليورانيوم. كما نعلم منذ أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإيران أعلنت أنها سوف تزيد من تخصيب اليورانيوم. هذه النقطة. النقطة الثانية ما تقوم به إيران في مضيق هرمز. طيب اسمح لي قبل الحديث عن هذه المشكلة الجدلية في مضيق هرمز ومسألة نقلات النفط، تحدث مع حضرتك أيضا عن ما ورد أصلا في سياق الخبر وما ورد أصلا في الحديث عن الملفات التي ستتم مناقشتها. أوكرانيا هي أصلا السبب الرئيسي في مسألة خروج روسيا من مجموعة السبع أو التي كانت مجموعة الثمانية. ما الجديد الذي من الممكن الوصول إليه في هذه الأزمة يعني مع فرض روسيا وجهة نظرها حتى الآن؟ الجديد هو أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أبدأ استعدادا للتقارب والتحاور مع الانفصاليين في شرق أوكرانيا الذين كونوا جمهوريتي دونتسك ولوغانسك، جمهوريتان تم الإعلان عنهما من جانب واحد في إبريل 2014 ولم يحظيا بأي طرف سوى من روسيا. من المتوقع أن يطالب إيمانويل ماكرون من ضيفه الرئيس فلاديمير بوتين أن يستجيب لهذه الدعوة للحوار مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. لكن من الممكن يعني تغيير وجهة النظر الروسية في رأيك؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل عبر التاريخ. لو تلاحظي حضرتك منذ العام 2008 إلى عام 2014 على مدار 6 سنوات فلاديمير بوتين غير في خريطة أوروبا 3 مرات وعجزت الولايات المتحدة وعجز الاتحاد الأوروبي عن أن يحرك أحد منهم ساكنا. في 2008 بوتين والجيش الروسي استطاع أن يقتطع إقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية من جورجيا بقوة السلاح. في 2014 أيضا استطاع الجيش الروسي أن يقتطع شبه جزيرة القرم وأن يؤمن انفصال لوغانسك ودونتسك عن أوكرانيا. طيب إيه أبرز نقاط التوافق أو التشابه اللي حضرتك بتشوفها بين موسكو وباريس؟ هي النقطة الوحيدة من وجهة نظري هي في الملف السوري. في بداية الأزمة السورية فرنسا كانت تتخذ موقف نوعا ما ممالئ للثورة المسلحة على نظام الرئيس بشار الأسد، ولكن بعدما حدث ما حدث في نوفمبر 2015 والهجمات الإرهابية التي روعت فرنسا وأوروبا كلها وأحداث مسرح بتكلا، ابتدت فرنسا تغير وجهة نظرها، بل أنها أرسلت قوات لها داخل سوريا كي تراقب الوضع عن كثب. أيضا روسيا موجودة في سوريا لنفس السبب. روسيا موجودة في سوريا لأن الكثير من مقاتلي المعارضة المسلحة داخل سوريا هم من جمهوريات الحزام الإسلامي الروسي مثل تشيشان ودغستان. إذا هناك توافق في هذه النقطة أن نكون أعيننا على مواطنينا الذين جاءوا للجهاد في هذه الأرض وأن نمنع عودتهم بأي ثمن. هذه هي النقطة الوحيدة. فيما يخص إيران كما قلت لحضرتك
هذا يتوقف ماذا، ما هي الضمانات التي سيقدمها فلاديمير بوتين لإيمانويل ماكرون؟ طيب حضرتك كنت تتحدث عن نقطة في غاية الأهمية، ومسألة التجارب النووية، ومسألة ما يحدث الآن بين روسيا والولايات المتحدة، وكيف من الممكن أن يؤثر على هذا اللقاء وأن يعني يكون محور في. طيب خلينا هنتكلم في ثلاث نقاط. نرجع للانفجار الذي حدث في روسيا منذ تقريبا أسبوع، محاولة إطلاق صاروخ. من الواضح أن هذا الصاروخ يعمل، وقود هذا الصاروخ يعمل بالنظائر المشعة، يورانيوم أو بلوتينيوم أو ما شابه. الشهر الماضي أيضا كان هناك حادث في نفس المكان في غاية الخطورة، وهو انفجار أو حريق لا أحد يعلم تحديدا في غواصة روسية، ولا أحد يعلم هل هي تعمل بس بالوقود النووي أم أنها كانت تحمل رؤوسا ذات صواريخ ذات رؤوس نووية. نعم. وكان هناك تصريح صادر عن الكرملين قال أن الـ14 بحر الذين قضوا في حادث الغواصة ضحوا بحياتهم وأنقذوا العالم من كارثة كونية. كما قلت لحضرتك، أوبير فيدرين قال نقطة في غاية الأهمية في حواره مع يوروب، وهو أن الروس والأمريكان تخلوا عن معاهدة 1987 الموقع من قبل الرئيسين رونالد ريغان وميخائيل كورباتشوف الخاصة بنزع الصواريخ المتوسطة المدى. هذه المعاهدة كانت تحديدا لحماية حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين في القارة الأوروبية. الآن فلاديمير بوتين نزع يده، وبوتين نزع يده، ومن هنا يطالب أوبير فيدرين، وهو بالمناسبة أحد المقربين من الرئيس إيمانويل ماكرون، وكان كما قلت حضرتك وزير خارجية في عهد حكومة لينورج سبا من 97 ل 2002، يطالب بإيجاد صيغة للحصول على ضمانات من روسيا ألا تكون هذه التجارب مؤذية. ما الذي يعني هذا؟ أنه إن لم يتم التوصل إلى هذه الصيغة ستكون أوروبا مجبرة على انفاق مزيد من الأموال على التسلح النووي لمواجهة أي خطر روسي محتمل. طيب في حضرتك قلت أنه روسيا وفرنسا بيتفقان على الأقل في مسألة سوريا. في نقطة مهمة جدا فيما يتعلق بالأزمة السورية، وهي نقطة اللاجئين. هل من الممكن، أوروبا طبعا طرف رئيسي في هذا الموضوع بما أنه نتحدث عن لاجئين ذهبوا إلى أوروبا، طبعا عددهم كبير جدا، اختلاف بين سياسات الدول الأوروبية في مسألة الباب المفتوح واستقبال اللاجئين، هل من الممكن الوصول إلى صيغة بين روسيا وفرنسا في هذا الشأن؟ هي حقيقة الأمر أن روسيا ليست متضررة من مسألة اللاجئين، فمن يبحث عن عبور الضفة الأخرى من البحر المتوسط يذهب إلى ألمانيا أو فرنسا، ومنها ربما إلى إنجلترا أو دول غرب أوروبا عموما، ولكن روسيا ليست معنية بهذا الأمر. دعيني أقول لحضرتك أن لكن روسيا طرف فعل في الأزمة في سوريا، وبالفعل طبعا مسألة اللاجئين هي مسألة يعني إذا ما ناقشنا أصلا أزمة سوريا نتحدث عن عدد من النقاط أبرزها اللاجئين. هنا يعني تبرز مسألة المعركة الدائرة الآن في خان شيخون. من الممكن أن يطلب ماكرون من نظيرها الروسي أن يكون هناك ضبط للحدود، لأننا في حقيقة الأمر لو سمينا الأسماء بمسمياتها فسوريا واقعة تحت وصايا روسية إيرانية وربما تركيا أيضا. فهنا الطلب الذي سوف يطلبه ماكرون من نظيرها الروسي هو أن يكون هناك ضبط لعملية الحدود، لأنه كما نعلم أن اللاجئين يهربون من سوريا عبر الحدود التركية، ومن تركيا ينطلقون إلى عموم أوروبا. نعم، اسمح لي أستاذ يا محمد أيضا نشرك معنا في الحديث دكتور غسان معلوف من باريس المحلل السياسي. دكتور غسان بعد التحية، إذا هناك قمة ستجمع بين الرئيس الروسي والرئيس الفرنسي وعدد من الملفات، يعني ما هي الأجواء في فرنسا، يعني عن أي ملفات أو أبرز الملفات التي من الممكن مناقشة والتوصل إلى حلول لها أو محاور رئيسية في هذه الملفات؟ هناك ملفات عديدة يمكن أن يتم تداولها بين الرئيسين الروسي والفرنسي هذا المساء. من بينها بشكل خاص أولا العلاقات الفرنسية الروسية، وملف أوكرانيا، وملف إيران، وملف السوري، والملف المتعلق بالعلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، لأنه كما تعرفين أن فرنسا تقوم دوما بدور الوساطة
لتقريب وجهات النظر بين الدول الكبرى للاتفاق على حد أدنى يمكن أن يوصل إلى ترتيب بعض الأزمات التي المشتعلة في عدد من المناطق في العالم. إذا الدور الفرنسي هنا دور بالإضافة لأن النقطة الرئيسية تتعلق أيضا بالعلاقات الخاصة بين فرنسا وروسيا، وتعرفين أيضا أن هناك مقاطعة أو عقوبات فرنسية مفروضة على روسيا بعد احتلالها القرم وبعد عملياتها في شمال أوكرانيا. طيب بما أنه مسألة أوكرانيا مسألة مطروحة يعني بين الرئيسين، أي وجهة نظر يعني ستفرض نفسها في رأيك أستاذ غسان دكتور غسان؟ يعني بمعنى أنه هل من الممكن أن تقتنع روسيا بوجهة النظر الأوروبية في هذه الأزمة، أم من الممكن أن تقتنع أوروبا بمسألة العقوبات ومسألة تخفيف العقوبات على روسيا في هذا الشأن؟ هناك احتمال ويجري الحديث في ذلك حول إمكانية تخفيف العقوبات على روسيا مقابل بعض التنازلات من قبل روسيا، لكن هذا الكلام ما يزال باكرا. أي تنازلات دكتور غسان؟ نعم، أي تنازلات في أي في في أي في أي جزئية تحديدا، يعني فيما يخص شبه جزيرة القرم، أم حضرتك تقصد تنازلات بشكل عام في أمور أخرى أو قضايا أخرى؟ أنا لا أعتقد أن روسيا ستنسحب من القرم أو أنها ستتخلى عن الحدود الشمالية لأوكرانيا، هذا شيء مفروغ منه، ولكن يمكن الحديث مع روسيا حول عدد من الملفات الأخرى فيما يتعلق بالخلافات القائمة الآن حول مسألة إيران ومسألة سوريا وبشكل خاص يعني. نعم. ومحاولة التقريب بين الولايات المتحدة وروسيا فيما يتعلق أيضا بالأسلحة النووية والمعاهدات التي تم التخلي عنها مؤخرا تلعب بعض الدور في هذا الإطار. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور غسان معلوف المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من باريس. برجع لحضرتك مرة أخرى، يمكن دكتور غسان أشار إلى مسألة حتى أنه مسألة شبه جزيرة القرم، هناك توقعات كما هو قال بأنه ربما تخفف أوروبا من العقوبات على روسيا، ولكن بضمانات أو بتنازلات من الجانب الروسي ليس فيما يخص أوكرانيا، ولكن تنازلات في ملفات أخرى تحتاج أوروبا أن تقدم روسيا فيها تنازلات، ومن ثم تخفيف العقوبات في مسألة أوكرانيا. برأي حضرتك في هذا الطرح؟ هو كما يعني أنا أتفق مع ضيف حضرتك أنه من المستحيل طبعا أن تنسحب روسيا من أراضي احتلتها بقوة السلاح، هذا أمر غير وارد، ولكن الضمانة التي يمكن أن تقدمها روسيا للأوروبيين هي الأمن. الأمن الأوروبي مهدد. لو نتذكر أن الرئيس إيمانويل ماكرو العام الماضي في 2018 مع احتفالية صمت المدافع التي أقمت في باريس بمناسبة انتهاء الحرب العالمية في ذكرى مرور 100 عام عن انتهاء الحرب العالمية الأولى، اقترح إنشاء جيش أوروبي موحد لمواجهة روسيا الصين وحتى الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا يعيدنا إلى نقطة أن ترامب وسياساته وتصريحاته هي من تدفع الأوروبيين إلى التقارب مع روسيا ومحاولة إيجاد أي صيغة للتفاهم معها بأي شكل. على الجانب الأمريكي يا أستاذ محمد، ألا يعني يتخوف ترامب من مثل هذه التحركات في رأيك؟ بالعكس بالعكس، ترامب من مدرسة أنه يعني فليحمي كل منكم نفسه. أمريكا لم تنفق مزيد من الأموال لحماية أحد. أنا لا يعنيني حلفاء، أنا ما يعنيني. نعم، لكن مسألة أنه يعني روسيا هي لا نستطيع القول بأنها عدو للولايات، ولكن يعني خصم لأمام الولايات المتحدة، وأيضا معها الصين ومعها عدد من الدول. عندما تلجأ هذه الدولة إلى الحلفاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة الأمريكية
وتجري مباحثات معهم واتفاقيات معهم. هذه المسألة غير مقلقة بالمرة لسه. سيدتي دونالد ترامب بمجرد وصوله إلى البيت الأبيض في يناير 2016 كانت كل الآراء في المحللين في الولايات المتحدة تقول أنه أول مسمار في نعش الهيمنة الأمريكية. دونالد ترامب ومعه يعني على كبير العكس من على عكس مما يردده دائما بأنه أمريكا هو أولاً. هو لا يعني لا أمريكا أولاً فيما يخص الأموال والاقتصاد. هو لا يتورع عن فرض أي إجراءات حمائية على أقرب أصدقائه وحلفائه، حتى كندا هي التي أقرب لجغرافين. ولكن ترامب وكثير من وهناك قطاع كبير من الأمريكيين يرى أنه ما الذي يكبر الولايات المتحدة على إنشاء قواعد عسكرية في أوروبا وإنفاق الأموال. ترامب يقول صراحة هذه الدول أغنى منا، لماذا أنشئ قاعدة عسكرية في ألمانيا وأحمي أنا ألمانيا بموجب ما تمخضت عنه اتفاقات ما بعد الحرب العالمية الثانية. ترامب وجوده في البيت الأبيض يعني وجود عالم جديد مختلف عما شهدناه بعد عام 1945. هل تعتقد بأنه هذه الزيارة وهذا اللقاء من الممكن أن يكون بادرة للقاءات جديدة من الجانب الروسي مع يعني زعماء أوروبيين آخرين؟ ربما ذلك، لأنه لو نتذكر في قمة الدول الصناعية السبع العام الماضي في كيبيك في مونتريال في كندا، كان هناك تراشق لفظي عنيف جدا ما بين إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من جهة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهة أخرى، وبلغ الأمر حد التوبيخ العلني. يعني حتى الشهر الماضي دونالد ترامب وصف إيمانويل ماكرون بالأحمق على حسابه الخاص على تويتر، لأنه ماكرو ابتدى يرد بنفس الطريقة وفرض إجراءات حمائية على شركات تكنولوجية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولوح دونالد ترامب أنه سوف يفرض إجراءات على أو رسوم على النبيذ الفرنسي الذي يصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نرى تقارب، يعني حتى بوريس جونسون نفسه، وهناك تقارير يعني في وجهات الأنباء تؤكد أن بوريس جونسون تلقى تبرعات من رجال أعمال روس قريبين جدا من الكريملين في حملته الانتخابية الأخيرة. روسيا كان بالمناسبة كان في أصلا تصريحات طبعا بعد ما صرح ترامب في ولاية نيو هامشاير في المؤتمر الانتخابي الأخير بمسألة إبرام اتفاقية للتجارة مع بريطانيا، أيضا روسيا يعني صرحت بهذا وأنها على استعداد لإبرام اتفاقية مع بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. إذن يعني في هناك مبادرات روسية، وهناك يعني المفارقة أن هناك اتفاق في وجهات النظر ما بين روسيا ودونالد ترامب، فأنه الاثنان يريدان تفكيك خروج الاتحاد الأوروبي. تفكيك الاتحاد الأوروبي بالكامل وليس فقط خروج بريطانيا. طيب بتعتقد بأنه إلى أي كفة يميل أكثر البريطانيون، أو يعني نتحدث هنا عن جونسون بقى، يعني جونسون يميل أكثر إلى ترامب؟ بالتأكيد يميل أكثر إلى ترامب، لأنه هو وعد من قبل الإدارة الأمريكية بأنه في حال الخروج في 31 ستحاول أن تعوضه الولايات المتحدة، ستحاول أن تعوضه باتفاقات تجارية عوضا عن الاتفاقات التجارية مع 27 دولة أوروبية. طيب والدول الأخرى بخلاف بريطانيا، يعني نخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الآن بالحديث عنه، ألمانيا مثلا وإيطاليا والدول الأخرى التي حتى أصبحت الآن فاعلة في ملف اللاجئين مثلا، كيف سيكون شكل التعامل مع روسيا في المرحلة المقبلة؟ التصور الشخصي أن هذا يتوقف على ما ستمخض عنه مقابلة ماكرون وبوتين. أنا أرى إيمانويل ماكرون اليوم هو في مهمة صعبة، وكما قال أوبير فيدرين هذا حوار تحتمه الجيرة، يجب أن نفعل ذلك بحرص وإلا سنظل نسير في سياسة تتمحور حول الإدانة وفرض عقوبات بلا طائل، وهذا يدفع روسيا إلى تقارب أكثر مع الصين وإلى اتحاد أكثر مع الصين ضدنا. دعني أقول لحضرتك أن يعني هذا النهج حاول أن ينتهجه الرئيس شارل ديغول في الستينات، وكان هو أيضا على خلاف مع الإدارة الأمريكية فيما يخص إدارة المشهد مع الاتحاد السوفيتي والحرب الباردة في ذلك الوقت. هو كان يريد أيضا أن يكون له علاقة خاصة مع روسيا وحاول أن يستقطب معه بريطانيا وألمانيا، ولكنه فشل. إذا ما نجح إيمانويل ماكرون في استقطاب
فلاديمير بوتين لصالحه والوصول الى صيغه للتفاهم، سيكون ذلك مشجعا لالمانيا وايطاليا ايضا للانضمام الى نفس الرابطه. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به طبعا وعلى كل هذه المعلومات. استاذ محمد عبد الفتاح رئيس قسم الشؤون الخارجيه والقسم الدبلوماسي في جريده الاخبار ومجله اخر ساعه الاسبوعيه، وايضا شكر موصول لحضراتكم على متابعه هذه الفقره من الان طبعا مستمر معكم، ولكن فاصل قصير ونعود مره اخرى.